نعم، إيكواس تعاقب الانقلابيين بفرض عقوبات اقتصادية وما إلى هنالك، هذا يؤثر بشكل كبير على المواطن النيجيري أكثر من الانقلابيين، كيف تتعامل إيكواس مع هذه الحالة؟ نعم، هذا فعلا، هذا يعني من الأشياء الأثر كثيرا، يعني باعتبار أنه النيجر دولة يعني تعتمد على المساعدات بصورة كبيرة الاقتصادية، الاقتصاد متهالك بالرغم من وجود هذه الثروات الكبيرة الموجودة فيها، ولكن لاعتمادها على المعونات في كثير من الأحيان ظل اقتصادها يعني أو ليس لديها نمو اقتصادي يمكن أن تجابي به يعني متطلبات الحياة ومتطلبات الدولة الحديثة. فلذلك هذه العقوبات تؤثر كثيرا في النيجر، ولديها مفعول كبير ومفعول ضخم، ولكن نعتقد انه المتضرر الاول في هذه العقوبات هو المواطن النيجري المتضرر مثل ايقاف هذه المساعدات. الحكومه الانقلابيه قد تكون لديها العلم ان هنالك سوف تكون مقاومه فرنسيه، مقاومه من ايكواس في هذه المناطق، فقد تكون عملت بعض احتياطاتها العسكريه والحربيه من اجل مجابهه هذه المعارك. سؤالي الاخير لك استاذ انس، هناك جهود تبذلها الجزائر لمنع التدخل العسكري في النيجر، برايكم هل تستطيع الجزائر فعلا منع هذا التدخل؟ الجزائر لديها تاثير ضخم على يعني لو لديها تاثير كبير في الاتحاد الافريقي، ولديها تأثير كبير يعني في صنع القرار في بعض الدول، فنعتقد الجزائر يمكن أن تساعد كثيرا في هذه الأزمة، ولكن يعني من الملاحظ أنه هنالك كانت بعض القطيعة الدبلوماسية ما بين الجزائر وفرنسا، وهنالك أيضا يعني ملاحظ يعني في فترة سابقة هنالك زيارات مكثفة من الرئيس الجزائري إلى روسيا ولقاه الرئيس بوتين، فهذا أيضا ملفات هي متشاركة مع بعضها البعض. الجزائر يعني لديها إرث أو ذكريات دموية من المستعمر السابق فرنسا، فنعتقد أنها يمكن أن تساهم كثيرا بعدم قيام حرب، لأنها باعتبارها من الدول المجاورة ولديها حدود مشتركة مع النيجر، فإذا قامت أي حرب يمكن أن تتأثر هذه المنطقة وعدم استقرارها، لأنه هذه منطقة أيضا يوجد فيها مجموعة من الجماعات الإرهابية والجماعات الجهادية موجودة في ظل هذه المنطقة الصحراء، فقيام حرب في هذه المنطقة يمكن أن يزيد المسألة أكثر يعني صعوبة، وهنالك يعني يمكن أن تكون بعض الحركات لديها السلاح يمكن أن تؤثر على المنطقة أصلا هشة أمنية، يمكن أن تصبح فيها أكثر يعني قلاقل، ويمكن أن تكون منطقة غير مستقرة، وهو هذا غير في صالح الجزائر وفي صالح أي دولة تريد الحفاظ على حدودها وعدم وجود مشاكل في المناطق في القرب منها. نعم، أشكرك جزيل الشكر الأستاذ أنس الإمام الصحفي والإعلامي السوداني على هذه المداخلة. أعزائي المشاهدين، أشكركم لحسن المتابعة، وصلنا إلى نهاية الحلقة، في أمان الله.